أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح قول كل ما سوى الله مخلوق؟ فهل تصح هذه العبارة وهل يجوز إطلاقها؟ يقول أحسن الله إليكم: قول بعضهم كل ما سوى الله مخلوق، يقول ما مدى صحة هذه العبارة وهل يجوز إطلاقها دون تقييد؟ نعم، صحيحة العبارة ما سوى الله مخلوق، وأما الله وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته غير مخلوق، هو الخالق سبحانه وتعالى، ومن صفاته كلامه فهو غير مخلوق، لأنه من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة كذاته سبحانه وتعالى. نعم.